المولد النبوي الشريف هو ذكرى سنوية في مولد النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول حسب الأشهر الأقوال، حيث يحتفل بها المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية، ليس باعتباره عيدا أو عبادة، بل فرحة بولادة نبيه ورسولهم صلى الله عليه وسلم، حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشر فيها بقصائد مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، وتكون فيها الدروس من سيرته وذكر شمائله، ويقدم فيها الطعام والحلوى لهذا اليوم. قال مدير قناة السنة الشيخ الدكتور أبو بكر سليمان أن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمثل بداية جيدة لحياة البشرية. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بالنسبة لما نسميه عيد الميلاد أو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يتميز عن باقي الأعياد لأنه كأنه أب والد لبقية الأعياد. معنى هذا الكلام أنه بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا رمضان، وبمجيئه عليه الصلاة والسلام عرفنا عيد الفطر، وبمجيئه عليه الصلاة والسلام عرفنا شرف يوم عرفة، وبمجيئه عليه الصلاة والسلام عرفنا يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. فلو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلينا لما كنا نعرف كل هذه الفضائل، ولما كنا نحتفل بعيد الفطر ولا بعيد الأضحى. فإذا ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب كل هذه الأعياد وكل هذه الأيام المباركة العظيمة. وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذا اليوم وكان يصوم فيه وأنزل عليه فيه. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعظم هذا اليوم، وقد جاء في الحديث الصحيح الطويل الذي فيه ذكر أشياء كثيرة. كانت الصحابة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، فكان يجيبهم عليه الصلاة والسلام. من بين الأسئلة التي سألوها لما يصوم يوم الاثنين، سألوه عن الصوم يوم الاثنين، يرونه دائما يصوم الاثنين، فقالوا له لما تصوم يوم الاثنين دائما؟ فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ذاك يوم ولدت فيه، أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعظم ذلك اليوم لما له من العظمات والبركات، لما يحويه من الخير الكثير. فتعظيم يوم بعينه لا يكون لمجرد اسم اليوم، إن كان الاثنين أو الأربعاء أو الخميس أو الأحد، ليس لاسمه لا شك. وأضاف أن مولده يحمل خيرا عظيما للعالمين، حيث عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين. فمولده هل كان يحمل خيرا عظيما؟ لا شك، كان يحمل نور الإسلام، نور الإيمان، نور الدعوة إلى الإيمان، وكان يحمل معه التسامح، ويحمل معه العطف والرحمة والتآلف مع الناس والرحمة للناس، ويحمل ميلاده عليه الصلاة والسلام خيرات أخرى كثيرة: الحفاظ على حقوق النساء وعلى حقوق الأطفال، كيف يعيش الزوجان، وكيف تربى الأجيال، ونحو ذلك. كل هذه الخيرات ولدت بمولده عليه الصلاة والسلام. فإذا مولده يعني يوم مولده هو يوم عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أنه يعظم يوم مولده. نحن نقول الاحتفال بالمولد شيء استحدثه الناس، هكذا يقول العلماء، شيء استحدثه العلماء الأتقياء، لكن من أسس له، من وضع الحجر الأساس لهذا؟ هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بتعظيمه لذلك اليوم الذي ولد فيه بعث رسالة إلى أمته أن يوم مولده يوم عظيم،